مرحبا، اليوم موضوعنا يحكي عن الصيدلة. وشو يعني اسم الصيدلة؟ خليك متابع ويانا. بالنسبة للغات الثانية، كلمة صيدلة مشتقة عندهم من كلمة فارماكون اليونانية. أما بالنسبة للغة العربية، كلمة صيدلة بها أكثر من رأي. الرأي الأول يقول لك أنه كلمة صيدلة جتي من مدينة صيدا اللي هي بلبنان، انه قبل سكانها اشتهروا بصناعة الادوية والعقاقير البسيطة، فمن هنا بدأ اسم صيدلة. اما الرأي الثاني يقول لك انه كلمة صيدلة اجتي من نبات الصندل، وسابقا اللي كان يستخدم هالنبات ويصنع من عنده ادوية بسيطة يسموه صندلي. وعندنا كلمات طبعا عراقية كلش قديمة، البوفية أو بوفية صغيرة بها جامخانة يسموها صندلية. ليش؟ لأن كانت قبل تستخدم للأدوية ويخزنون بها الأدوية فيسموها صندلية. أما بالنسبة لأول صيدلية بالتاريخ، انبنت ببغداد عام 1224، أسسها العالم حسن بن الهيثم أثناء الخلافة العباسية، وأجرى الخليفة العباسي المعتصم أول امتحان بالتاريخ، واللي ينجح بهذا الامتحان ينطيه شهادة من حقه أنه يمارس مهنة الصيدلة. ذاك العصر كانت أول دولة تسوي رقابة للأدوية هي الدولة العباسية. كان الخليفة بذاك الزمن يخلي الصيادلة يقسمون قسم، أولا يقسمون على أنه ما يخلون سم أو شي مر ويا الدواء، ثانيا ما ينطون شي للحوامل يسقط الجنين، ثالثا ما ينطون شي للرجل يقطع نسله، رابع شي ما يفشون أسار مريض، وخامس شيء يغضون نظرهم عن المحارم. وأما بالنسبة للرموز اللي تمثل الصيدلة، عدنا أول رمز اللي هو الكأس اللي يفتر حوله ثعبان، وهذا أشهر رمز. سبب اختيار هذا الرمز لأنه بعض الأدوية كانت سابقا تستخرج وما زالت طبعا تستخرج من سم الأفاعي والثعابين. وطبعا أكو هواية رموز احنا ما نعرفها موجودة بغير دول، بس هاي الرموز تعتبر مو عالمية، مثل عدنا هذا الرمز اللي مستخدم بأغلب دول أوروبا، عندنا أما هذا الرمز أيضا بأغلب دول أوروبا ومن عدها الهند، وهذا الرمز اللي هو على شكل حرف أي مستخدم بالنمسا، وهذا الرمز اللي هو مستخدم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وطبعا بعض الدول ما اكتفت بالرموز، فسابقا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذا الفانوس للدلالة على أنه هذا المكان صيدلية، وأما هذا التمثال يسموه المنبهة يستخدم بهولندا. ولهنا يخلص الفيديو مالتنا، وكانت نبدأ سريعة عن الصيدلة، ونشوفكم في فيديو ثاني في مالك.